السلام عليكم متابعي قناة كلاكيت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم راح نتكلم عن أهم أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل هيبر رد الجزء الرابع. تابع الفيديو للنهاية لأنه في أحداث كبيرة راح تصدمك. خلونا نبلش. الآن في الحلقة 30 والأخيرة، جبل بيصل الغرفة اللي فيها نمر ورانيا وبيحكي لنمر اللعبة خلصت كش ملك، ونمر بيمسك رانيا وبيحكي مش راح أموت لحالي، وجبل بيقول له وربي الأمسح فيك ساحة الهابة وعلقك مثل ما علقت المختار، ونمر بيحكي لجبل المكان كله قنابل يعني ما في حد فينا راح يطلع منها أنا عايش، ونمر بيضغط على الزر اللي بفجر المكان ولكن المكان ما بتفجر، والسبب لأنه الشايب بكون نجح في فك القنبلة، وهنا رانيا بتضرب نمر في الحديد اللي أخذتها عن الأرض وبتضرب نمر على رأسه، وجبل بيدخل وبيمسك نمر وبياخده على ساحة الهيبة، وبيقف في نص ساحة الهيبة وبقول هذا الجردون نمر اللي اتطاول على أهل الهيبة وقتل مختارها، وبقول مثل ما أمرت أم جبل راح أضل داعس عليك لحتى فرجيك قيمتك، وجبل بيعرف مكان الست وزيدان من نمر وبيسلم نمر للإنتربول، وجبل بيقتل زيدان وبيقتل الست كمان وبياخد تارو، وبنهاية الحلقة جبل بتزوج رانيا. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة. أشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم. I'ma take you to an island. All I really need is timing. Mix a little Tanqueray with your love. Got me feeling all warm.